جميع مشاهدي الأخبارية السورية، اليوم 6 من أيار من أقدس الأيام يلي بتمر على سوريا، بتحتفل بعيد شهداء من أطهر وأنقى، دائما هنن الشهداء اللي قدموا أرواحهم كرمى لعيون الوطن، وهم من قال فيهم جبران خليل جبران، لله غياب حضور في النهى، ماتوا فباتوا أخلد الأحياء، أبطال تفديه لقوا جهد الأذى في الله وامتنعوا من الإذاء. يمكن هاليوم عم يكتسب معاني إضافية ورمزية أكبر بعد السبع سنوات العجاف اللي مرت على سوريا والحرب اللي شنتها عليها كثير من الدول، وأكيد شبابها قدموا أرواحهم لتبقى سوريا أبية عصية من الإرهاب. لأرواح شهدائنا من عسكريين ومدنيين ألف تحية دائما لكم، وأكيد بدي صبح بهالنهار عليكي فرح. يسعد صباحك. يسعد صباحك سلمى، وصباح الخير لجميع مشاهدينا. السادس من أيار يوم نتذكر فيه شهدائنا، يوم نفخر بشباب قدموا أرواحهم فداء لتراب سوريتهم وعزتها وشموخها. فحين يرتقي الشهيد يسير في زفاف ملكي إلى الفوز الأكيد، تختلط الدموع بالزغاريد، عندها لا يبقى لدينا أي شيء لنفعله أو نقوله، لأنه قد لخص كل قصتنا بابتسامة. لجميع شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين، لروحكم السلام بتضحياتكم ودمائكم، حفظتم أرض سوريا وأرض الوطن. كل الرحمة للشهداء، التعزية أيضا لأمهاتهم وعوائلهم الذين علقوا على صدورهم وسام شرف الشهادة بأبنائهم. أكيد حلقة خاصة من الإخبارية السورية بنبدأها مع بعض بعد الفاصل. Thank you.
أنا بنت الأكرم والأنبل، أنا بنت شهيد الحرية، ضحى من أجل المستقبل كي تبقى يا وطني قوية، لك مني يا أمني تحية. أنا بنت شهيد الحرية، أنا بنت الأكرم والأنبل، أنا بنت شهيد الحرية، ضحى من أجل المستقبل كي تبقى يا وطني قوية، لك مني يا أمتي تحية. مثل كل يوم رح نروح ونشوف جولة سريعة على أبرز الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم، منتابعها بالتقرير التالي. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1889 افتتاح برج إيفل للجمهور، وفي عام 1916 جمال باشا يعدم 21 من العرب المطالبين بالاستقلال أو الإصلاح، وذلك في ساحة البرج في بيروت وساحة المرجة في دمشق. وفي عام 1937 المنطاد الألماني هيندبرجر ينفجر في الجو قبيل هبوطه في نيويورك. وفي مثل هذا اليوم من عام 1994 تدشين النفق المانش المائي الذي يربط المملكة المتحدة بفرنسا. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1856 سيغموند فرويد، عالم نمساوي في علم النفس. وفي عام 1904 هاري مارتسون، أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب في عام 1974. ومن الشخصيات التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1949 موريس ماتلينك، كاتب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب في عام 1911. وفي عام 2017 نجاح حفيظ ممثلة سورية. والسادس من أيار هو عيد الشهداء في سوريا ولبنان. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. في السادس من أيار علق السفاح جمال رقاب الأحرار من نخبة المثقفين والسياسيين العرب في دمشق وبيروت على أعواد المشانق، ليتحول هذا اليوم لذكرى تشمل جميع شهداء الوطن الأبرار، جميع أولئك الذين ضحوا بدمائهم وحياتهم على أمل حياة جديدة أفضل لأولادهم وأحفادهم. تفاصيل أوفى بالمادة التالية. السادس من أيار يختصر تاريخ شعب بأكمله، تاريخ شعب امتلأت لحظات وجوده الطويل على هذه الأرض بمرارات وعذابات لا حصر لها. كانت سياسة الاحتلال العثماني في المنطقة هي القتل والإعدام بحق المناضلين العرب في تاريخ سابق لاستلام السفاح جمال باشا السلطة وشروعه في عمليات تصفية واسعة للحركة القومية العربية والنخبة المثقفة التي تقود هذه الحركة. غادر علي في الخامس من شهر أيار من عام 1916 قطار محمل بكوكب من المثقفين والمناضلين، ولما وصل القطار مدينة رياق التقى بقطار محمل بعائلاتهم إلى المنفى في أراضي الأناضول.
أنيرت ساحة المرج في الساعة الثالثة من صباح يوم السادس من أيار، وقف جمال باشا على أحد شرفات المباني ليراقب عملية الإعدام، وقد تم إعدام 7 من الشهداء وهم شفيق بن أحمد المؤيد العظم، عبد الوهاب بن أحمد، الأمير عبد القادر الجزائري، شكري بن علي العسلي، رفيق بن موسى رزق السلوم، الشيخ عبد الحميد الزهراوي، رشدي بن أحمد الشمعة. أصدر جمال باشا السفاح أوامره بتنفيذ حكم الإعدام بشهداء بيروت فجر يوم السبت السادس من أيار في ساحة البرج التي أصبحت تعرف لاحقاً بساحة الشهداء. ففي الوقت الذي كان فيه القطار يقل الشهداء 7 إلى دمشق، كانت المركبات تحمل من علي إلى بيروت الشهداء باولي، جورجي موسى الحداد، سعيد فاضل بشارع عقل، عمر مصطفى حمد، عبد الغني بن محمد العريسي، الأمير عارف بن سعيد الشهابي، أحمد الطيارة، توفيق أحمد البساط، سيف الدين الخطيب، علي بن محمد حاجي، العقيد سليم بن محمد سعيد الجزائري، العقيد أمير بن لطفي الحافظ، محمد جلال الدين بن سليم البخاري، ومحمد الشنطي. لم يكن هذه الجريمة الوحشية أن تمر دون أن تثير عاطفة من المشاعر الملتهبة التي اشتعلت في صدور أبناء العرب جميعاً، ولما نيران الثورة اشتعلت ضد نير الحكم العثماني في كل مكان اندلعت الثورة العربية الكبرى ليعلن استقلال سوريا في عام 1920 من الاحتلال العثماني الذي دام 400 عام. بقي الشعب العربي في سوريا يستذكر شهداء السادس من أيار ويحتفل كل عام باستشهادهم، وتم إطلاق اسم ساحة الشهداء على كل من ساحتي المرج في دمشق والبرج في بيروت اللتين شهدتا هذه المجزرة المروعة. إلا أن إقرار المناسبة رسمياً للاحتفال بسادس من أيار كيوم لكل الشهداء لم يتم إلا في عام 1937، على الرغم من محاولة سلطات الانتداب الفرنسي عرقلة ذلك لما فيه من تثبيت لروح التضحية والإباء في سبيل الوطن. ومنذ ذلك الحين والسادس من أيار مناسبة لاستذكار جميع الشهداء وتضحياتهم العظيمة في سبيل الوطن وطهر ترابه. فرح مثل ما تابعنا اليوم هو ذكرى عيد الشهداء، وهناك رمز بدمشق معروف جدا وهو ساحة المرج، ساحة الشهداء. رح نتابع سوا هي الساحة يلي كانت شاهد وشهيد على هذا اليوم. وسط هذه الساحة وتحديداً في السادس من أيار عام 1916 أعدم جمال باشا السفاح شهداء من سوريا، عدد من أحرار وزعماء العرب ومفكريهم بتهمة تعاونهم مع فرنسا الاستعمارية التي كانت تعادي الاحتلال العثماني آنذاك. ومنذ ذلك اليوم سميت ساحة المرجى بساحة الشهداء لتكون شهيدة وشاهدا على أفظع جريمة ترتكب بحق نخبة من رجالات العلم والفكر والسياسة. كما شهدت المرجى أحداثا سياسية أخرى مهمة، ومنها إعدام أبطال الثورة السورية الكبرى في عام 1925 وعام 1927 الذين كانت فرنسا تلقي بجثثهم في ساحة المرجى بغية نشر الرعب في النفوس. تقع ساحة المرجى في الجهة الغربية من المدينة القديمة إلى الجنوب من حي سوق ساروجة وإلى الشمال من حي القنوات، وتضم عدداً كبيراً من المعالم السياحية والأثرية، منها جامع ومجمع يلبغة وبناء العابد وعدد من الفنادق التي كانت بالإضافة إلى النصب التذكاري الشهير الذي يتوسط الساحة
وهو العمود الذي بني قبل 100 عام، وبني عليه مجسم لجامع هو الأصغر في العالم وسمي نصب التلغراف، وهو تذكار لتدشين الاتصالات بين المركز دمشق والبلاد الإسلامية في أواخر عهد الاحتلال العثماني، ومتزامناً مع أطلاق الخط الحديدي الحجازي من مدينة دمشق ومحطة القطارات المجاورة لساحة المرجى. وما تزال ساحة المرجى أو ساحة الشهداء مترسخة في أذهان الدمشقيين كشاهد على تضحيات أبناء سوريا عبر التاريخ لتبقى بلدهم حرة أبية. فتحية لأرواح من رحلوا لنبقى أحرار. يعني سلمى، اكيد مثل ما شفنا بالتقرير ساحه المرجى يلي شهدت على اعدام نخبه من المثقفين والمفكرين السوريين على يد السفاح جمال باشا، هذا الشيء اكيد مو غريب على سوريا، سوريا اللي شهدت عبر حقبه من الزمن على تتالي الاعداء عليها، ولكن بكل فخر نحن بنقول انه دائما اهلها هن بيقدموا دائما ارواحهم، بيقدموا اغلى ما يمكن لتبقى سوريا عصيه على الارهاب. واليوم 7 سنين مثل ما نحن عايشين كل يوم بيومه، الارهاب عم يضرب، عم يحاول يوقف عجلة الحياة بسوريا، ولكن التضحية والفداء هي القلعة الحصينة اللي بتتحطم أمام جميع هي المحاولات. صفحات من التاريخ، البطولة والفداء أكيد رح نستذكرها مع الباحث التاريخي عبد الرزاق الحمصي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير للشهيد السوري. أكيد. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. يعني اليوم نحن بحضرة يوم من الأيام المقدسة بسوريا، عيد الشهداء، ومثل ما قلنا هالسبع سنين يمكن هذا اليوم صار يوم متجدد، في كتير دماء قدمات كرمى لحرية الوطن. نستذكر شوي من الماضي إلى الآن بحضرة الشهداء. يعني قد ما قلنا نحن، أنا بخجل بحضرة الشهداء دائما لأنه قدموا دم، قدموا روحهم. بس هي الشهادة بسوريا عبر التاريخ من أكثر من 10,000 سنة هي ثقافة، ثقافة بس لها هدف، مو ثقافة هيك بس للموت للموت، لأنه هي صرخة، صرخة للحياة وصرخة للنصر دائما. الصفحة تبع 6 أيار غطيتوها هلأ بتقريركم، بس بتاريخ سوريا في صفحات كتير للشهادة وفي أمثلة كتير. أنا بحب وقت قلت صرخة بحب استذكر اللي ناس صرخوا لدمهم. يوسف العظمة صرخ من خلال دمه، طالع عرفان حاله حيستشهد هو المجموعة معه أكيد، بس هي صرخة للنصر لأنه متابعة الرسالة تبعه. دائما الشهيد بيقدم دمه صرخة لمتابعة الشهادة. يوسف العظمة كان مثال كتير كتير حلو. وبالتاريخ الحديث أنا بحب أذكر دائما أستاذي خالد الأسعد. خالد الأسعد صح له فرص كتير أنه يخرج من تدمر، ليستشهد بتدمر على يد الإرهابيين المتخلفين الرعاع. قالوا له اطلع، أولاده قالوا له اطلع، أهله قالوا له اطلع، ونحن كنا نقول له اطلع، هو ما بده يطلع، لا هو عرفان حاله حيستشهد وبده يقدم دمه صرخة للعالم كله لاهتمام بتدمر، لأنه هي تدمر هي تراث عالمي. وفعلا بعد استشهاده كانت صرخة لتحرير تدمر، وكانت صرخة لاهتمام عالمي. كتير هلا بعثات عم تجي بدها تقول انه بدي رمم تدمر كرمال صرخة دم الشهيد خالد الأسعد. ما بنسى ابدا الصفحات اللي هي بالسبع سنين هذول، صفحات يعني مجيدة جدا جدا. من كم يوم كنت عم شوف تقريركم بالإخبارية عن ملامح النصر اللي عم تصير بجنوب دمشق. طلعوا زملاء شهيد قدموا النصر للشهيد، هي دليل انه شهادته كانت رسالة وحافز لزملائه انه يقدموا هالنصر، هذا هدية، ودغري قالوا انه هلا هدية، وصاروا يذكرون بالاسماء اسم اسم. في صفحة كتير حلوة بشهداء الاعلام. انا قابلت الشهيدة العظيمة وكانت جميلة، جميلة بشهادتها وجميلة بشكلها، يارا عباس.
يعني زميلتكم هي الرائعه، وكثير انتم قدمتوا الاخباريه وكل الاعلام الوطني والاعلام المقاوم قدم. الصفحات ما بتنتهى، في صفحات كثير، واذا بنرجع لعمق التاريخ بتحبوا لارجع لورا كمان بعمق التاريخ، دائما كانت الشهاده حتى من هالمكان هذا ب 1187 طلع صلاح الدين جهز جيش الشام لانتصار معركه حطين وتحرير القدس، وطلعوا من هون عاهدوا على الشهاده. نعم. يعني هي صفحات ما تعد. هي سوريا كانت دائما بتتعرض لاعتداءات، احنا ذكرت سابقا 110 اعتداءات، وكانت الهزيمه دائما مرافقه للاعداء، والنصر ابدا نهائيا. انا من اول احداث هي 7 سنين قلت لهم سوريا مرتبطه بالنصر، قدر النصر، قدر النصر بسبب رئيسي، لانه في شهيد واضح جدا عم يقدم هالرساله، عم يقدم هالصرخه لحد نحن نتابع. بقال كثير كثير يعني بحيي روح الشهيد تحيه كثير كبيره، وبرد بقول انا بشعر بالخجل قدام، انا من حي قدم شهداء، حي بابتوما قدم شهداء كثير، قدم شهداء بجوبر وبحلب وكل وقت امره. بشوف لوحات هلا وانا طالع، انتم طلبتوني لاطلع هون النعوات، وهلا هلا كان اليوم كان في شيء شهيد جاي على الحاره، عم اقرا النعوات كذا، يعني بشعر بخجل انه نحن ما قدمنا شيء وهن قدموا كل شيء. يعني استاذ عبد الرزاق مثل ما تفضلت وحكيت، صفحات مشرقه ومشرفه من تاريخ سوريا على مدى عقود ومدى سنوات كثير طويله. اليوم ايضا عم نستكمل هي المسيره، وعم نعيش ايضا نصر من نوع اخر، نصر يمكن هز العالم بسبب هي المؤامره الكثير كبيره اللي كانت محاكاه بشده على سوريا. اليوم اذا بدنا نحكي نحن عن السر بسوريا، سر النصر اللي انت عم تحكي فيه، انه انت فعلا وكثير من الاشخاص المؤمنين بهي التاريخ بهي الأرض كانوا مؤمنين ومراهنين أيضا على النصر، شو سبب هذا الإيمان برأيك؟ الشهيد. نعم. الشهيد دائما، الشهيد عم يستشهد برسالة، نحن أصحاب رسالة، بسوريا في رسالة حضارية، نحن أول برلمان، نحن أول مدرسة، نحن أول أبجدية. نعم. الحضارة خلقت هون، نحن رسالة، ودائما نحن أجيالنا والأجيال القادمة منعاهد جدودنا اللي قدموا لهالحضارة شيء، وقدموا دم، دائما قدموا دم. يعني كانت دمشق وحلب عدة مرات تدمرت على يد أعداء. نعم. دم الشهيد هو حفز جدودنا إعادة أعمارها، وإعادة أعمارها بسرعة. وبرد بذكر نحن كل اعتداء كان يرافقه نصر ويرافقه إعادة أعمار وتطور مو طبيعي. حتى هالمدينة هي شهدت بعد 1400 المغول وقت ساووا مذبحة بدمشق وبحلب وقطعوا رؤوس أهل دمشق، رجعوا أهل دمشق عمروا دمشق ودمروا شيء 80% من دمشق وقتها، وقتلوا رجالات كتير من دمشق وساووا من رؤوسهم برج، رجعوا هزموا أهل دمشق وأهل سوريا، هزموا هو برج الروس المتواجد وعمروا بيس بدمشق. هون أنتوا حواليكم هلأ بعتقد في ظاهر مدارس، هاي المدارس عمروها بعد الاعتداء المغول بعد 1400، عمروا بدمشق واحدة 500 مدرسة وحولوا الجامع الأموي لجامعة، وصاروا اللي اعتدوا الفرنجة واللي غيرهم اللي كانوا عم يعتدوا صاروا يدرسوا بالجامعات تبعتها. بقال سر النصر هو سر الشهادة، ثقافتنا وحضارتنا، نحن الشهادة ومنقدمها على ثقة، على ثقة، وبيعرف الشهيد انه دمه ما حيروح هدر. وانا عم شوفها هلا بالمتابعه، عم شوفها، وانا كان لي شرف رافق الجيش العربي السوري بدايه الحرب، عده مرات رافقته وشفت بعيني انا شوف كيف عم يستشهد العسكري السوري، واللي عم يستشهد لا له طالب لا مال ولا له طالب منصب، يعني شوفي هالسمو هذا. بس هو اعلى المناصب تمام، يعني احنا بنعيش 70 سنه بجوز ما نساوي شيء بحياتنا، هو شاب صغير بيكون عمره 20 25 سنه قدم دمه طلع للمجد قفزة سريعة جدا لأعلى مرتبات المجد، مرتبة الشهادة يلي هي كانت دائما حافز للنصر ولإعادة الأمر. يعني مثل ما حكيت استاذ عبد الرزاق، دائما قيم الشهاده بتمد الشعوب بكثير من خلينا نقول الحافز لحتى يحافظوا اكثر على بلدهم ويقدموا اكثر كرمال ارواح الشهداء يلي رحلوا. خلينا نحكي عن قيمه الشهاده بهذا اليوم بالذات. هذا كل الكلام اللي قلته هو قيمة عليا للشهادة، هذا الدم
وقود دم يعني يلي بتخيلوا. أنا شفت دم شهيد، شفته بعيني دم شهيد، وشفته لحظة الشهادة، وشفت عيونه عم يطلع فينا، عم يطلع فينا أنه أنتوا انتبهوا، هالرسالة هي لا تضيعوها، رسالة دم الشهيد. وفعلا يعني الجيش العربي السوري وكل اللي قاتلوا معنا ضد الحرب القذرة كانوا على عهد، حافظوا على هالرسالة. أنا بالضبط يعني وهلأ أنا قاعد معكم يعني عم استذكر لحظات شفت فيها شهيد بعيوني، لحظة شهادته. والشهيد على فكرة غالبا الشهيد ما عم يسكر عيونه. تتذكروا الشهيد اللي قال لهم لداعش والله لنمحيكم؟ محيناهم. يعني قيمة القيم، وما بعرف انه الحديث عن الشهادة قد ما قلته صعب. انا منفعل جدا لاني ذكرتوني بلحظات عشت فيها مع شهداء، وجيراني انا شهداء، وانا بحس دائما بحس خجلان اني انا يمكن بسن. اذا طلبت الشهاده يا ريت اقدر اوصل لها المرتبه هي. الرحمه لكل ارواح الشهداء، لكل ارواح الشهداء. ويعني وانا سعيد انه هلا بهاللحظه هي شايف تماما النصر قريب، وان شاء الله بنلتقى هلا. كل سنه وانتم سالمين، رمضان جاي. رمضان دائما كان عبر التاريخ يشهد انتصارات، اغلب انتصارات سوريا كانت برمضان، وان شاء الله هلا تمام النصر لدمشق وتنظيفها مع بداية رمضان إن شاء الله يا رب. بقول له للشهيد عهد، مو تحية بس، عهد ووعد أني حنتابع، نحن معك، دمك ما راح هدر. في آلاف الشهداء استمروا وحيستمروا وحيضل القدم، بقال هذا العهد حافظينه لشهداء الإعلام، شهداء الإخبارية، شهداء الجيش العربي السوري، ليوسف العظمة، لكل العظماء، لخالد الأسعد أستاذي. أنا لي شرف أنه خالد الأسعد كان أستاذي، وبعرف شو القيمة اللي قدمها. قطعوا راسه وعلقوه فوق من رجليه بوحشية. هالوحشية هاي هو كان عم متوقع، بس هي كل هالوحشية هاي زادت الصرخة وزادت قوة الصرخة اللي خلت تحرير تدمر مباشرة بعد استشهاده. وكل العالم هلا متجه لحتى إعادة آثار وأعمار تدمر. فإذا انتهى وقتي بقول عهد ووعد للشهيد. أستاذ عبد الرزاق، مثل ما تفضلت وحكيت، سوريا تاريخ عابق بالحضارة والعطاء والتضحيات، هذا الشيء أكيد مو جديد على هذا الشعب الأبي. بدنا أكيد نقول الرحمة دائما لجميع الشهداء السوريين من مدنيين وعسكريين، الرحمة أيضا لشهداء الإعلام السوري، وتحية أيضا لجميع القنوات اللي ما زالت أيضا يد بيد مع أبطال الجيش العربي السوري. وطبعا أستاذ عبد الرزاق، لما بدنا نحكي عن المدن الصامدة العصية على الإرهاب ما فينا ننسى وفضل حلب، هي المدينة الصامدة، مدينة الثقافة والحضارة والفن بجميع أشكاله، كل المدن تماما. بدنا نروح مع بعض لتقرير موجه من أهالينا بحلب بمناسبة هذا اليوم، هي الذكرى السادس من أيار، منتابع مع بعض. تحية لحلب ولشهداء حلب كمان. أكيد. واحد بقلب حلب ومن شوارعها وساحاتها يلي كانت شاهدة على أروع حكاية الصمود، تواجدت كاميرتنا بين أهالي المدينة، وبذكرى السادس من أيار كان لروح الشهيد وذكراه وقع خاص بقلوبهم. بمناسبة عيد الشهداء طبعاً بنشكر جميع الجنود المقاتلين إلى الآن واللي عم يضحوا بأنفسهم لأجل هذا الوطن يعود مثل ما كان وإن شاء الله أحسن. طبعاً كل شهيد فقد بعيلته عز ما يملك، من كان ابن ولا أب ولا أم ولا كذا، هذا شيء لازم أكيد ما ننسى شيء من اللي قدمه طبعا لأجل أولادنا نحن وأجل أن نضل مستمرين بهالحياة. الله يرحم شهداء الوطن ويشفي الجرحى ويرجع لأحضان الوطن ويصبر قلب أم كل شهيد. الله يرحم شهدائنا، قلومة شهدائنا ودمنا الطاهر، بلدنا ماي بخير، بس الحمد لله رب العالمين بلدنا رجعت بخير وعزيمة وبقوة الجيش العربي السوري، وأنا بحيي الجيش العربي السوري، والله يرحم شهدائنا، وأنا أب لشهيد الله يرحمه ويجعله إياها بالعليين. الله يرحمهم يا رب، الله يرحمهم،
ويجعل مسواهم الجنة إن شاء الله. نحن كلنا مشروع شهادة، نحن كل مواطن فينا الكبير والصغير، الطفل الذي أرضعته تلك الأم الحرة الأبية لا يمكن إلا أن يكون مشروع شهيد، لأن الشهادة أولا والنصر ثانيا. حماك الله يا سوريا وحما حلب وحما شعبنا. الله يرحم الشهداء اللي راحوا واللي ضحوا بأرواحهم من أجل هالبلد هاد، اللي البلد هاي لولا دم الشهداء اللي راح ما كنا وصلنا لهون. شهدائنا الله يرحمهم ويجعل مأواهم جنان النعيم يا رب، والله ينصر الجيش وينصر هالبلد. الله يرحمهم يا أولاد، يرحمنا ويرحمهم وأولادنا الشهداء، يا رب تعوضهم الجنة، يا رب ترحمنا وترحمهم، يا رب يا رب يا كريم. لولا دماء الشهداء لما انتصرنا على هؤلاء الأوقاد، لما انتصرنا على هؤلاء اللي اجونا من كل مكان بعيد وهم أشرار. حيوا من كل قلبنا وفدونا وفدوا وطننا، والله يختم لهم بالإيمان إن شاء الله. الشهداء أكرم في الدنيا وأنبل بين البشر، واللي ضحي بدمه ما في شيء ينتمنه، مهما كرمنا يكون تكريمنا بسيط تجاه أغلى ما عنده ضحى فيه، ولولا دماء الشهداء ما وصلنا اللي وصلنا له. كلمات حملت بمعانيها الإخلاص والوفاء لأرواح من وهبوا بتضحياتهم الحياة إلنا، لنستمر بالرسالة يلي بدأها أبطالنا ويبقى الوطن بعيوننا. أستاذ عبد الرزاق، مثل ما تابعنا تحية من أهلنا بحلب لأرواح الشهداء، أيضا اليوم قبل ما نختم حديثنا مع حضرتك تحية بتحب توجهها؟ تحية لشهداء حلب ولأهل حلب ولكل سوريا، تحية ووعد وعهد وأمانة حنحملها. نقول له للشهيد نحن الأمانة، مو بس تحية، ما بيكفي التحية، أمانتك حنحملها وحنكمل فيها، جيلي وجيلكم والأجيال القادمة، وسوريا باقية منتصرة. وأنا بكرر جملة بحب كررها لأنه معانيها عم تتوسع، الموت عم يركع لقاسيون. أكيد ما في أجمل من هي الجملة، هي العبارة يا أستاذ عبد الرزاق اللي نحن رح نختم فيها مع حضرتك. مثل ما قلت نوجه تحية لجميع المحافظات السورية يلي ما بخلوا أبدا بدماء شبابهم. أكيد نشكر وجودك معنا لليوم، كل الشكر لك. شكرا أستاذ عبد الرزاق. شكرا لك أستاذ سلمى. أيضا لما بدنا نذكر الشهداء ما فينا ننسى أيضا الشهداء الأحياء، أبطال الجيش العربي السوري اللي ضحوا بأعمارهم أيضا وبأجسادهم كرمال عيون الوطن ليبقى الوطن مصان عصي على الإرهاب. طبعا صفحة مشرقة ومشرفة من شب من شباب السوريين منتابعة بتقرير زميلتنا ميسان حمدان. رغم صعوبة النطق لديه تبقى سوريا أول خطيرة تدور في ذهن نادر. نادر صاحب 21 عام، شاب رهن نفسه للوطن وقدم حياته وجسده فداء لبلده، ولم يمنعه سنه الصغير من التطوع ليكون إلى جانب رجال الجيش العربي السوري. آخر مهمة كنت عم بحكي معه، بابا دير بالك على حالك، اصحى كذا، يعني رفقاتك هدول يخليك معهم، وين بيروحوا بتضل معهم. لانه انا كان عندي شعور، هو كان طبعا يعطيني الشعور هذا، اول واحد يكون يعني مثل ما بيقولوا بالعامية انه يضحش ويفوت اول واحد. انا قال له بابا خليك مع رفقاتك، لانه كان باثناء اللي تصاوب انا امه قلبنا نائزنا، انه خلص قلبنا يعني قامت الولد بده يتصاوب، ما في كلام يعني. سبحان الله هو بعت رسالة لأمه إنه ديري بالك على خطيبتي وأنا بجوز ما عاد أرجع وكذا. يعني الحمد لله ماشي الحمد لله.
الحمد لله. تلتف عائلة العم أبو نادر حول ابنها المصاب لتعطيه في كل يوم أملاً بالحياة وتقدم له الرعاية والحب. كان ما بيحكي أبداً على الإشارة، ويا دوب يعني تفهمي عليه، عرفتي شنو يعني؟ بعد جهد أكثر من 10 دقائق وأنت عمالك تستوعبي عليه لحتى تقدر تفهم عليه. ضلينا فترة تقريباً شي 5-6 أشهر وأكثر كمان، وبعدين الحمد لله أنه أخذته على منظمة أمان، والحمد لله هنيك يعني تعبوا معه، اشتغلوا معه يعني شوي شوي. هو ما عنده إحباط نهائي، نفسيته مرتاحة تمام الحمد لله، لأن يعني إحنا عاملين له جو بالبيت إنه ما يتضايق ما ينزعج. وين بدك تروح؟ إذا بدك باخدك بحطك أنا بالسيارة باخدك وين ما بدك. ذكريات أليمة يحاول نادر أن يمحيها من ذهن أهله بابتسامة أمل يظهرها لهم في كل وقت. لما أول مرة وقف فيها نحن ما صدقنا، والله صرنا نبكي يعني. نهارة كان يعني شغلة ما بنتوقعها أنها تصير. وقت بلش بمنظمة آمال بعد شي 8-9 أشهر أول كلمة نطقها إجا على البيت كان عم يقول بابا. شهداء أحياء حاربوا ببسالة، عاشوا ألم فقدان أصدقاء السلاح، وضحوا بأجسادهم ليبقى الوطن عزيزاً منيعاً على الأعداء. هم منارة وشاهد حي يروي لنا معنى الفداء. أكيد فرح، تحية للجريح نادر مصلي ولكل جريح من جرحى الوطن. هو مثال حي على الشهادة الحية مثل ما تبعنا بتقرير زميلتنا ميسان حمدان. كثير من الجرحى رغم آلامهم استطاعوا أنه يكونوا مثال حي على قيمة الحياة وقيمة النصر والتضحية في سوريا. أكيد فرح. أكيد سلمى، بدنا نوجه تحيتنا لجميع الشهداء الأحياء اللي مثل ما حكيتي قدموا أغلى شيء بيملكوا. أيضا تحية لبطون الأمهات يلي أنجبوا مثل هالأمثلة من الشهادة والصمود والتضحية. يعني سلمى اليوم حلقتنا فعلا مميزة وخاصة، عم نستذكر فيها صفحات من التاريخ، عم نشوف أمثلة حقيقية عن التضحية. نعم فرح، لأنهم أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر بدمائهم وأرواحهم، نستمد القوة والصمود بوجه كل من أراد النيل من سوريا. فقرتنا لليوم رح نحكي أكيد مع السيدة سلمى يونس وطفليها، وهي زوجة شهيد، الرحمة دائما لأرواح الشهداء وأيضا لروح الشهيد باسل غصة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك سيدة سلمى، ورحمة لروح زوجك الشهيد. الله يرحم جميع الشهداء يا رب. نعم. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. أولا بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم، هي يمكن وقفة عز يلي نحن مو أكيد ما رح نخصها بيوم واحد، لكن اليوم هو يوم لحتى نستذكر معاني البطولة والفداء والتضحية. بالبداية خلينا نحكي عن زوجك الشهيد باسل غصة وتاريخ استشهاده. هو طبعا استشهد بدارية الشهيد البطل الرائد شرف باسل أحمد غصة، استشهد بالذكرى زواجنا السابعة، فزف عريس لمرتين. بالمرة الأولى كانت إلي ب2/8/2008، وبالمرة الثانية ب2/8/2015 اختار معشوقته الأولى اللي هي سوريا، وما تردد أبدا ولا لثانية بأنه يقدم روحه فدا للوطن وفدا لكرامة وعزة بلدنا. نعم يعني الله يرحمه. ومثل ما بنقول دائما يعني سبحان الله، مع كل ألم كبير بيخلق وبيعطينا قوة وصبر أيضا بحجم هاي الألم. بعد استشهاد الرائد شرف كان في قوة وصبر كبيرة موجودة لحتى تقدري تكملي هالمسيرة وتحملي هالشرف أيضا وسام على صدرك مع 2 من الأبطال الصغار الله يحمي لك ياهن، أحمد أكيد. وحسن. أكيد كان استشهاده فخر لنا بنرفع راسنا فيه، وأكيد هو ترك لنا ملاكين حلوين مثل ما كان بيحب، وأكيد رح يحملوا نفس الرسالة اللي حملها وأبوهم الله يرحمه. أكيد بدنا نقول كمان صباح الخير لأحمد، صباح الخير لحسن، وأهلا وسهلا فيكم. يعني نحن لما بنقول أنه أطفال الشهيد باسل الغصة، أحمد بدك تحكي لنا عن والدك الشهيد، شو هي الذكرى يلي يمكن بعدها معلقة ببالك؟ أبرز الكلمات اللي أنت بتتذكرها من والدك الشهيد.
عرفنا عن حالك، قدي عمرك؟ أنا ابن الشهيد باسل أحمد باسل قصة. قدي عمرك أحمد؟ 10 سنين. يعني أحمد حكي لنا، لما نحن دائما كلياتهم بيرفعوا راسهم بوالدك الشهيد، شو بتحس انه كل العالم عم تهنيكم بهي الشهاده، عم يقول له عم يقولوا دائما هاد ابن الشهيد احمد، شو بتقول؟ احمد بيشعر بالفخر بالمدرسه يعني ست سلمى دائما هو خجول شوي، دائما الشهاده لها قيمه كثير كبيره. هي السنوات اللي مرت مثل ما قلتي في 7 سنين من الحرب كانوا كثير قاسيين، ولكن الشهاده اعطتكم قوه وفخر. احكي لي عن هي المرحله ما بعد استشهاد رعش. هلا ما بعد استشهاد زوجي الله يرحمه كان العبء الأكبر اللي هو ترباية الطفلين، إنه يربوا بدون ما يحسوا بالفراغ اللي تركوا أبوهم. كان لهم الفخر طبعاً وهنن بيشوفوا حالهم بوالدهم، وكان هذا الشيء دافع لإلهم لأنهم يدرسوا ويجتهدوا ليحققوا أماني اللي كان يحب أبوهم يشوفون فيها. مدام سلمى مثل ما حكيتي العبء فعلاً كتير كبير، شابين صغار ناطرهم مستقبل إن شاء الله يكون كتير حلو. اليوم شو بتحسي يمكن أكتر شيء ممكن تزرعي فيهم بقلوبهم لهالطفلين حتى لما يكبروا خلينا نقول يكملوا مسيرة والدهم من العطاء والتميز؟ نزرع بداخلهم محبة البلد بالأول، محبة أرضنا وترابنا، محبة بعضنا، والله يوفقهم يا رب ونشوفهم أحلى شباب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. الله يسلمك، الله يحمي لك ياهم. يعني يا مثل ما شفنا 10 سنين و7 سنين، 7 سنين هن سنوات، كمان سنوات من 7 سنين هي 7 سنوات الحرب على سوريا. في مسؤوليه كثير كبيره اليوم تجاه الام ايضا بتربيه اولادها، مو بس ام الشهيد. يعني اليوم كيف عم بيكون خلينا نقول شو عم كيف عم تتعاملي مع الأطفال بغياب طبعا الأب اللي هو عمود البيت؟ طبعا بغياب الأب الأم لازم تلعب دور الأب والأم، ما تنقص أبدا عن أولادها أي شيء، ما تحسسهم بغيابه. طبعا الذكرى موجودة دائما بقلوبنا، وأبوهم زرع بقلبهم محبة البلد وزرع بقلبهم كثير من الخصال الحميدة. هن أطفال خلوقين عم يمشوا بخطى ثابتة على مسيرة والدهم، وإن شاء الله إن شاء الله بيصيروا بأعلى المراتب وبأعلى الشهادات يا رب. إن شاء الله نحن كمان بدنا نضم صوتنا لصوتك، بدنا نتمنى مستقبل رائع لهالملاكين مثل ما حكيتي. أكيد مبين من وجوههم، يعني دائما بيقولوا إنه الشكل جزء كبير من الصفات، فالله يحمي لك ياهم. بدنا كمان نحكي مع حسن. صباح الخير حسن. صباح الخير. عرفنا عن حالك أكثر. أنا حسن قصة ابن الشهيد باسل قصة، عندي 7 سنوات. العمر كله. لما إذا بدك توجه تحية لكل الأولاد يلي بعمرك، توجه لهم كلمة، أنت الله خصك بميزة يمكن كتير من الأطفال ما عندهم إياها، هي إنك ابن شهيد كلياتنا بنرفع راسنا فيه، فشو بتقلهم لهدول الأطفال؟ شو بتحب تقول لكل الأولاد يلي بمثل عمرك؟ حسن لساته بأولى سنينه الدراسية حاليا، صف أول. حسن صف أول، شو بحب يطلع حسن؟ حسن شو بتحب تصير بالمستقبل حبيبي؟ دكتور. دكتور. الله يحمي يا رب. وأحمد؟ مهندس. مهندس معماري. مهندس معماري كمان. يعني هذا شيء حلو يمكن أنه هن يفكروا كمان باختصاصات إحنا بحاجتها فعلا بهالأيام، اللي هي يبني سوريا واللي يداوي جراحنا. يعني هي كتير شيء حلو. أكيد هالشيء طبعا تعبتي عليه وبزراعته جواتهم كمان. أكيد أكيد. مو أنا في أكيد بوجود أهلي وبيت حماية اللي بيساعدوني بتربية أولادي، اللي كان لهم فضل كتير كبير علينا. مدام سلمى، يعني إذا بدنا نحن نحكي لما بتقعدي بين أطفالك، شو أكتر شغلة بتستذكريها عن زوجك الشهيد وبتحاولي دائما أنه يحملوها أطفالك يتذكروها دائما تبقى بمخيلتهم لحتى يكبروا؟ الشجاعة والشهامة كانت إحدى صفات البطل الشهيد باسل غصة، فهو ما تردد ولا لحظة بتلبية نداء بلده، بتلبية نداء رفاق السلاح. استشهد وهو يحاول تحرير
رفاق السلاح كانوا بحصار ما ترددوا ولا ثانية أبداً بتقديم روحه. فهذا الشيء نحن دائماً نستذكره أنا وأولادي، شجاعة أبوهم وإقدامه. أكيد. طيب خلينا نحكي اليوم، كل أم شهيد إلى رسالة، مو بس لأولادها، رسالة لكل أم سورية اليوم ولكل أيضاً أم شهيد وزوجة شهيد، شو بتحبي تقولي له؟ الشهادة هي فخر، فخر ووسام بينوضع على الصدر وبينرفع الراس فيه، وأبداً أبداً ما أنا شيء ممكن بتزعل، الفراق صعب، بس الشهادة فخر لإله وبنرفع راسنا فيها. أكيد. بالنسبة أيضاً لأطفالك أحمد وحسن، شو بتحبي توجهي لنا كلمة لجميع الأطفال يلي فقدوا آبائهم، فقدوهم بهي الحرب الصعبة على سوريا؟ بالبداية الرحمة لأرواحهم الطاهرة، وأكيد اللي خلف ما مات بوجه لهم تحية إنهم يحملوا نفس الرسالة اللي ويكملوا نفس الطريق اللي مشي عليه آبائهم، والله يحمي جميع أطفال سوريا ويرحم شهداء جيشنا البطل، وإن شاء الله بالنصر لجيشنا العربي السوري. آمين يا رب. آمين يا رب. يعني نحن اليوم كنا كتير فخورين إنه حضرتك متواجدة معنا عم بتشاركينا هذا اليوم، وفخورين بكل أم شهيد وزوجة شهيد، وكمان بأحمد وحسن. إن شاء الله يا رب بيكبروا وبيقدروا يكونوا سند لكل حدا محتاج، ويكونوا أيضا نفخر فيهم هنن أبناء بطل من أبطال سوريا، من أبطال الجيش العربي السوري. شكرا كتير لوجودك معنا. شكرا لكم، والرحمة والخلود لأرواح شهدائنا الأبطال. أكيد نشكر وجودك معنا لليوم، الرحمة للشهيد باسل الغصة، وإن شاء الله يا رب تشوفي الشمعات، هن فعلا رجال حقيقيين وبتحققي حلمك فيهم. شكرا لكم. شكرا. شكرا أحمد. شكرا حسن. شكرا لكم. شكرا لكم. وهلا سلمى، اكيد مثل ما رحنا على محافظه حلب واخذنا كلمات من اهلها بهي الذكرى، ذكرى الشهداء، ايضا نتوجه الى محافظه حمص اللي ايضا قدمت عدد كبير من الشهداء، وبنسمع ايضا رساله وجهها اهالينا بحمص بمناسبه ذكرى عيد الشهداء. لانهم اكرم من في الدنيا وانبل بني البشر، ولانهم رووا بدمائهم الطاهره تراب الوطن، وفي عيدهم أسمى آيات الإجلال ترفع من أهاليهم، أهالي حمص التي قدمت عدداً كبيراً من الشهداء. أهم من اللي ضحوا بأرواحهم في سبيل أن نكون نحن في هذا المكان بالذات، فتحية إجلال وإكبار إلى أرواح شهدائنا الأبرار، ونخص بالذكر شهداء الجيش العربي السوري الذين ضحوا بأنفسهم لننعم بهذه الحياة على هذه الأرض الطيبة. الله يرحم كل الشهداء، هني بفضلهم نحن عم نعيش هلأ بهذا الأمان العايشين، وهلأ وبدماءهم ارتوت هالأراضي السورية، والله يفرج على البلد ويصبر أمهاتهم. الله يرحم الشهداء ويشفي كل جرحى سورية يا ربي، ويعم الأمن والأمان. لولا تضحياتهم والأرواح اللي قدموه والدم اللي قدموه، ما نحن هلأ عم نحس بالأمن والأمان بسوريا وبحمص خاصة. الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بالبشر، ونحن عايشين بهالبلد بفضل تضحيات شهدائنا الأبرار، وإن شاء الله النصر قادم لسوريا. الله يرحم جميع الشهداء، والنصر إن شاء الله قريب بإذن الله. كلمات عبر عنها أبناء حمص فخورين بتضحيات أبطالنا وشهدائنا، الرحمة والخلود لجميع من ضحوا بأرواحهم فداء للوطن. فرح حلقتنا لليوم وصلت لنهايتها، أكيد بهاليوم وكل يوم كل الرحمة لأرواح شهدائنا من مدنيين وعسكريين، والصبر لقلوب أمهاتهم وذويهم والشفاء العاجل لجرحانا. موعدنا دائما بجدد من نفس التوقيت الصبح الساعة 9 صباحا، تبقوا بألف خير، ودائما وأبدا النصر لكم يا رجالنا ويا بواسلنا بأبطال الجيش العربي السوري. نهارك سعيد فرح. نهارك سعيد سلمى، وشكرا لك، والرحمة دائما لشهدائنا من مدنيين وعسكريين وأبطال الجيش العربي السوري، وأيضا لشهداء الإعلام السوري. أكيد بدنا نتمنى أيضا العودة لجميع المخطوفين. شكرا لكل من تابعنا اليوم بحلقتنا الخاصة من هي القلعة أيضا اللي شهدت وعم تشهد على صمود السوريين. موعدنا بكرة بنفس التوقيت. باي باي.